في إطار الشراكة المبرمة بين المكتب التنفيذي لجمعية البنات ووزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم، انعقد هذه الدورة التكوينية العامة بمدينة العلائش لمجموعة من المستفيدات والمستفيدين من مجموعة من الفروع عبر التراب الوطني. دورة تكوينية اللي كانت تحت شعار الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، تم من خلالها تسليط الضوء ووضع واحد المجموعة ديال الحوارات والنقاشات وإضاءات فكرية حول هذا التصور ديال مشروع النموذج التنموي الجديد. وكذلك تمت هناك مجموعة تلقين المستفيدات والمستفيدين لمجموعة من المضامين الجديدة على مستوى التكوين التربوي وخاصة على مستوى الدرجة الأولى فئة الأطفال. كذلك كانت سابقة لأول مرة أنه كانت هناك داخل التكوين أو داخل الدورة التكوينية مضامين جديدة على مستوى الدرجة الأولى للمتطوع، وهي مضامين تكوينية خاصة بجمعية البنات. كذلك فترة مقامنا بمدينة العرائش كانت فرصة للمكتب التنفيذي لانعقاد اجتماعه الدولي بهذه المدينة العزيزة في إطار إعطاء واحد الدينامية جهوية الحركية التنظيمية للاجتماعات المكتب التنفيذي على مستوى الجهات، بحيث أنه تم اتخاذ قرار على أساس أنه تنعقد اجتماعات المكتب التنفيذي الدولية في كل مرة في جهات معينة حسب نوعية الأنشطة وحسب الدينامية التنظيمية لفروع الجمعية بكل الجهات. كذلك كانت فرصة كذلك من خلال مقامنا هنا أننا عقدنا واحد المجموعة ديال اللقاءات أولية مع مجموعة من الجماعات القروية، خصوصا فيما يخص مجموعة من الأوراش العضلية والخدمات الاجتماعية اللي غادي تعرفها المنطقة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في بفروع الجمعية، حيث أنه هناك تهيئ لمجموعة من إحياء مجموعة من الأقطاب اللي كانت يعني تعرفها المؤتمر الوطني الأخير للجمعية، واللي اليوم اتخذ فيها قرار على أساس أنها تبدأ الاشتغال ديالها. لابد في نهاية هذه الدورة التكوينية ما نشكر الإخوان جميع في مدينة العرائش على الاستقبال ديالهم، على توفيرهم لمجموعه من الوسائل والادوات والمساعدات اللي قدموها لنا في هذا المقام الطيب طيله الفتره التدريبيه. كذلك لابد ما نشكر وزاره الشباب والرياضه والجامعه الوطنيه للتخييم على هذه الشراكه اللي بطبيعه الحال يوم بعد يوم تزيد من الفعاليه وتزيد من النجاعه، ونتمنى الخير بحول الله. شكرا.